سي عمر، حنا كنتواجدوا في واحد القرية جميلة، هي قرية أمزال. أوستم يا أوستم. لا من الليمون درجة بحيد ديك الطاقة السلبية. وين جين هذه المناطق؟ منطقة سي عمر معروفة بالصيد التقليدي. بسم الله. مرحبا بنا عندك مدار بنقرش. عبد العزيز الحراق ولد المنطقة. هذاك غني على التعريف، وهي قرية رفيعة. سي عمر مرحبا. اليوم كنتواجدوا في عين بوعنان. هي مسميه عين بوعنان. عين بوعنان. في الأرض بني حزمر. كنوجهوا تحية للناس بني حزمر. الناس بني حزمر كاملين، وحنا كنتواجدوا دابا نهار بالعيد. ايوا شنو نقول لك، ما نقدرش يجوز من هنايا يعني. بالباشر شحال السينمات كانوا يصيطونا بطاع عمر. اي السلام عليكم. اهلا بكم من جديد، تاني بودكاست ليا، اثنين من المؤثرين، وهم بصراحه اكتشفتوا دويتو او نقول ايه؟ ثنائي. ثنائي. ثنائي نقولوا عنه ثنائي احنا. ثنائي. نعم. ثنائي ما شاء الله من المغاربه، اللي شدوا انتباهي جدا بصراحه لان بيعملوا محتوى ثقافي اجتماعي تاريخي، ومن كتر حبهم في المدينه بتاعتهم مهتمين بيها جدا، لدرجه ان هم يعني بيغرسوا في كل مكان، عايزين يوروا العالم ايه هي تطوان، وعايزين يوروا العالم جمال تطوان، تاريخ تطوان، حضارة بتاعتها، كل حاجة ايا كانت كبيرة او صغيرة. انا مش هتكلم كتير، هخليهم هما اللي يشرحوا ويعرفونا بنفسهم اكتر، ونتعرف على المجال اللي بيقدموه والمحتوى اللي بيقدموه، وقد ايه هما فعلا بيفيدوا اهل بلدهم، كمان اي حد عايز يجي يزور المغرب. اهلا وسهلا. مرحبا استاذ عزيز. شرف كبير نكون حاضر معك والله. أيوة. نهار كبير هذا. الله يخليك. في هذا اليوم الجمعه سي عمر. تشرفنا بالمعرفه ديالك اولا. الله يخليك. وانت مضيف عندنا في البلاد ديالنا. الله يخليك. تطوان الغنيه عن التعريف، بلد عالميه. اهلا وسهلا ومرحبا. الله يخليك. عن ما يقول العرب. قلتي اول حاجه نعملوا التعريف من قلب مولانا، لكن بعض الناس ما يكونوا شي كيعرفونا. يا ريت عشان الناس كلها في العالم. عزيز حركات صانع محتوى بمدينة تطوان، والفائز بشخصية السنة 2023 بتطوان النواحي في المجال الفني والإبداعي. هي دي بقى النقطة اللي أنا كنت عايزك أنت لتعرف الجمهور اللي بيتفرج علينا دلوقتي بيها، إن ما شاء الله إن أنت مؤثر لدرجة إنك خدت جايزة. كلمة مؤثر صعبة شوية والله. لا حقيقي أنت مبدئيا أثرت فيا أنا يعني كسائح وزائر، أنا شفت المحتوى بتاعك. الحمد لله صراحة يعني تأثرت. نقولوا صانع محتوى، صانع يكفي صانع محتوى والله أخي حسام. مؤثر مميز على فكرة. مميز، ولكن مؤثر صعيبة شوية. صعيبة بزاف، ماشي غير شوية بزاف. إن شاء الله تبقى مؤثر في العالم كله يعني. الله بس. والله إلا شرف لي. الله يخليك. نعطيو الجايزة دي بقى كانت عبارة عن إيه؟ هي مسابقة كتنظمها واحد الجريدة سطا تطوان، الشكر من هذا المنبر الليلة، كأنها كتحفز الشباب ديال المدينة. هي كل سنة كتنظم واحد المسابقة لتحفيز الشباب ديال المدينة. هي في النسخة السادسة لها. في أي مجال بقى يعني؟ ولا في كنظن سبعة مجال، فيها المجال الفني، فيها المجال الديني، فيها المجال الرياضي، فيها المجال السياحي، سبعة مجالات فيها ما شاء الله. والحمد لله أنا فزت في المجال الفني والإبداعي من عند الله، الحمد لله. ما شاء الله. كانت سنة كم؟ شنو زعما؟ السنة اللي فاتت؟ لا في هذه السنة. السنة دي. في هذه السنة وكنحسبوها سنة 2023. ما شاء الله. أنتم بتعملوا إيه بقى؟ بتعملوا يعني تعريف بتطوان ولا؟ وهو أنا كنت كنشتغل على الأفلام القصيرة في الأول، بداية ديالي 2016 اشتغلت على الأفلام القصيرة، وي موراها حبست عامين. وقفت. عامين. ارتحت شوية. نشوف راسي واش ماشي في الطريق الصحيح ولا لا، يعني عملت ريفريشمنت. برافو. جبرت راسي شويه ماشي الطريق الصحيح، ماشي داكشي اللي بغيت انا. وقفت عامين سنتين. وقفت نرجع راسي نشوف داكشي واش مزيان واش مزيان. لقيت يعني كما قلت لك داكشي شويه. موراها جاتني فكره نصور في الاماكن الطبيعيه مثل الزرقاء، من قريه مشروحه، قريه مشينا بلوازن، اماكن طبيعيه، اماكن طبيعيه نواحي مدينه تطوان. افلام قصيره. افلام قصيره سيبتها صافي، خليتها ورحت. اوكي. ندير الفلوكات. يعني ابتديت المحتوى بتاعك من بعد سنتين. ابتديت المحتوى. بديت محتوى جديد. اماكن طبيعيه. اماكن طبيعيه. شفت الفيديوهات مزيان يعني ماشيين في واحد التحسن من حيث الالقاء، من حيث المشاهد، التصوير، من حيث بزاف الناس كيقول لك زعما مزيان داكشي اللي كتعمل يعني مزيان. موراها قمت واحد الزياره لمدينه فاس،
وجاتني فكرة أول مرة غنصور على الجلابة الفاسية. فكرة بدأت من مدينة فاس، كنت صورت واحد فيديو على الجلابة الفاسية وسبحان الله ديك الفيديو كان قرح الإعجاب كبير وجوني رسائل علاش ما نتصورش، بحكم أن المدينة ديالنا مدينة تطوان تبارك الله فيها بزاف ديال الصناع التقليديين. مراها جوني رسائل عديدة الناس، لماذا علاش ما تزورش مدينة تطوان بحكم أن المدينة ديالنا العتيقة الحبيبة فيها بزاف ديال الصناع التقليديين. ما شاء الله، بما أنك من تطوان تمام، وانت تطواني مولود في تطوان ولا أصول تانية مدينة تانية؟ لا ولد تطوان وحضرتك برضو عمر عام كذلك أنا ولد تطوان. لا خسني نكمل لك باش نجي السي عمر عندي. لا بس بطمن أنه هو تطواني برضو. طبعا تطواني يعني خلقت في تطوان يعني وكبرت في تطوان وفي المدينة العتيقة كمان ما شاء الله. ده أجمل مكان أي المدينة تطوان كلها، ولكن الخصوصية في المدينة العتيقة تمام. داخل السور تمام، يبقى تطوانيين صرف نعم جوج نعم. جوج تطوانيين نعم. أوكي كمل. قمت بزيارة، جيت من فاس، جيت من تطوان، جيت المكان اللي كيجلس فيه سي عمر، الغرسة الكبيرة بزاف الناس كيعرفوا الغرسة الكبيرة. الغرسة الكبيرة وقلت غنصور جلابة على تطوان، تطوانية والزانية تمام، يعني كيف من البداية إلى النهاية كيفاش كتعدل في الدراز وكيفاش كتبع يعني من بداية إلى النهاية. يعني حضرتك تقصد بداية تصنيع، من بداية تصنيعها لغاية نعم. بيعها طبعا المراحل يعني التصنيع الجلابة جميع المراحل صنع الجلابة هي ليها مراحل طبعا ما شاء الله. جلابات تقليدية ماشي جلابة ديال الماكينة وديك شيء. شوف ما فيش حاجة في المغرب بسيطة. طب عايزين نعمل الحلقة مع بعض تعاونية كده بيني وبينك وحضرتك طبعا عن الجلابة ان شاء الله. ديروك تمشي وتاني تسمح لي. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. موراها جيت كما قلنا جينا الغرسة الكبيرة. كنفتش على بن مغابن عن صور بحكم انني بادي في هادشي هذا وباقي ما عنديش واحد تجربة كبيرة وكنحشم شوية حيت ربما تمشي عند شي واحد تتكسف يعني تتحرق الحرق اللي تمشي عند شي واحد تقول له نصور معاك ويقول لك لا تبقى فيا مع انك مغربي يعني انت مغربي الناس مختلفه تقول له صور عقليات مختلفه عقليه طبعا احنا لنا عقل وفكر فني وخاصه المتحفظين يعني في المدن المتحفظه نعم. هناك اناس ما يعجبهمش يبانوا في الشاشه ولا ما يحبوش التصوير ما يحبوش نعم. نحن اخترنا محتوى هذا يعني ثقافي يعني وتراث يعني التاريخ ديال المدينة وديال المغرب كله وبالخصوص المدينة تطوان الجميلة. وهذا الأجيل هذا ما مشاش يشوف في التاريخ ولا بقى يبحث في التاريخ وماشي ذنبه هو مش ذنب له ذنبنا نحن اللي ما كنبلغوش هذه الأجيال يعني هذا التراث يعني تقصد علينا برضو عبء إن احنا نعرف الأجيال حاجات مش عارفين يعرفوها أو مش قادرين يعرفوها ومش أنا بيسأل ابني نقول له عن تطوان ما يعرفش والناس كبار في سنهم بيقول له كده اللي ما عرفش درب الزنقف ما عرفش ولي عشت هيك بالمدة كلها ليه تعيش بالمدة كلها؟ لا خليكم بقى تتحركوا في الاتجاه ده. نعم من امتى بقى يا استاذ عزيز يعني ابتديتوا فعليا دابا واحد تقريبا واحد 30 شي 3 شهور يعني 90 يوم ما شاء الله ما شاء الله يعني يوم. فترة وجيزة وعملتوا حاجات جميلة الحمد لله انا شفت فيديوهات للاستاذ عزيز والاستاذ عمر حقيقي يعني بيوصفوا المدينة القديمة مثلا يعني انا عملت فيديو عن المدينة القديمة في تطوان بما اني مصري فطبعا ما فيهوش برضو المعلومه الكافيه او المشاهد عايزها يعني او محتاجها انما هم ما شاء الله وخاصه الاستاذ عمر بيتكلم بشكل تاريخي كانه موسوعه ما شاء الله يعني وطريقته في الكلام والالقاء وسرد التاريخ والحقائق والمعلومات حتى التواريخ نفسها بالارقام يعني حاجه جميله بصراحه مجهود انا نفسي يعني لما شفت شدني والله وده اللي خلاني اتحرك فعلا واتواصل بالاستاذ عزيز عشان اقدر اوصل لهم وبشكره جدا ان هو يعني اتاح لي الفرصه دي ان انا اتعرف بيهم شرف لينا والله شرف لينا الله يخليك والله ودي حاجه جميله لانها حاجه جميله وفي حق المغرب بلدي الثاني حاجه كبيره انا شايفها حاجه كبيره نعم سيدي كنوريو الناس بلادهم شني كدا شني عندنا في بلادنا كنوريو للناس شني عندنا في هذه المنطقه السياحيه ديالنا حنايا
وداخل الصيف ان شاء الله طبعا. وكنقولوا للجاليه احنا مقبلين على على كنقولوا للجاليه ديالنا والناس ديال الداخل اللي غادي يجي ولا يجيو يتمتعوا في هذه الكوسطه هذه يعني اذا بغى يصنط على الدقه ديال القلب ديالو العائله ديالو الكوسطه سي عمر نعم نعم ويجلس وينعاس ملي وصلت لنا الغرسه الكبيره كفتش على من غنصور مع الجلابه تطواني الوزانيه فإذا بي كنتلاقى مع السي عمر عطاني واحد الشرح على الجلابه جميع الجلابه المغربيه ما شاء الله تطوانيه وزانيه فاسيه مراكشيه المغرب كل المغرب كل احنا في المغرب احنا في المغرب كل بلد لها جلابه ما شاء الله وهذه الثقافه ديال الجلابه احنا في المغرب يعني كل مدينه لها جلابه لها خصوصيه في في الجلابه في اللون وفي الفصاله يعني في التفصيل بتاعها التفصيل بتاعها احنا نختلف كل منطقه في المغرب تختلف عن بعضها وهي كامله جلابه ولكن حين كتشوف جلابه ولكن كاين اختلافات يعني في الفصاله وفي الالوان وفي هذا يعني في المغرب يعني انت حضرتك لو شفت حد ماشي في الشارع بجلابه تعرف هو من اي مدينه؟ هذه كلمه غير نشوفوا انا نعرف هذاش من مدينه او منطقه بالجلابه اللي لابس ما شاء الله علامه مميزه والله وهذه خبره اكتشفتها من صغري وانا نشوف بس مش كل المغاربه كده لا لا مش كل المغاربه عندهم المعلومه دي لا 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 لا, لا, لا مش كما سي عمر كما كنقولوا موسوعه الله عشان كده انت ابتديت توضح بقى الحاجات دي عشان وناحيه صورت مع حلقه الحلقه اللي صورت معه اكثر من الحلقه ديال فاس على الجلابه الفاسيه مشات يعني لقات واحد اعجاب كبير مع عند الناس انا كنشوف مع سي عمر ان الحلقه مشات مزيان التعاليق كلشي تبارك الله كيشكر في التعاليق ما لقيت زعما شي تعليق انه كيقول لا ولا العكس ولا كذا بل لقيت تعليق مزيونه كما كنقولوا طب صورتوها فين ديال استاذ عزيز في الغرسه الكبيره بالضبط في الغرسه الكبيره الغرسه الكبيره باش معنى الغرسه الكبيره كان في مثلا طب يعني شرحت ازاي الجلابه بانواعها مجرد كلام بس ولا كان في لا ضروري طبعا كلام بس لا كلام وفي جلابه يعني في المحل محل ديال الجلابه تمام قلت لك التراث المادي ولا مادي طبعا يعني المادي يعني نهضروا على التواريخ ولا مادي يعني كنشوفوا احنا كنبلغوا الحاجه كتكون في يدنا كنوريوها وكنهضروا بجوج ما شاء الله يعني شاء الله. وكنوريو مشينا لواحد السور ولا حانوت فوق حانوت كنوريوها للناس وكنهضروا ما شاء الله يعني وكنهضروا تفرج بحال اللي حاضر في نفس الوقت وحاجه اخي حاجه كنهضروا بالبساطه وبالعفويه الكلام بالوصف وكنبلغوا الرساله ان الانسان يعني كبير سنه او صغير سنه يعني يفهم والهضره بالبساطه والشرح بالبساطه الزريعه كتغلط اخي عاد يكون هذا هو بهذا الطمانيو هذا وهذا اللي كيجي جديد تفلك لديك نعم 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 كتجبر الحوض اخي عزيز الحوض الرجله هي اللي قويه فيه وكتجبر الحوض اخر الرجله وتماها هي اللي كتطلع كثيره مرجله اي مرجله زعما ايوا زعما فيها الرجله زعما كتتغد بالداغيه سبحان وهي كتجبرها معمره بزاف الحوض طيب في اي صعوبات قابلتك يا استاذ عزيز بدايه مثلا التصوير في اماكن معينه مع ناس معينه تفتكر اي موقف مثلا اي حاجه حسستك مثلا نوعا ما بان انت اكمل ما كملش عراقيل مش عراقيل يعني حاجات كده ضايقتك في الاول صراحه والله ما كاين شي عراقيل وما كاين حتى صعوبات بالعكس حنا ملي كنكونوا كنصوروا انا والسي عمر كنلقاو ناس كيتفرجوا فينا كيقولوا تبارك الله عليكم على داكشي اللي كتعدلوا حيت حنا انا وعمر كنقدموا واحد المحتوى اللي نظيف وهادف مزيانين دي حقيقه صعيب انك تكون كتقدم واحد المحتوى اللي نقي وهادف وكيستافد بزاف الناس وتلقى عراقيل بس في ناس بتشوف الكاميرا بتتخض كده بس مجرد تشوف الكاميرا حاول انك عشان مغاربه يعني بعد منهم لا ما عمرنا صراحه ما عمرنا ان وقعتنا شي مشكل مع شي حد ولا شي حاجه والله طب نقدر يعني نوصف المحتوى بتاعكم بايه بالظبط لو وصفناه في جمله كده واحده نقول ايه محتوى ثقافي تاريخي ولا محتوى اجتماعي ولا محتوى مثلا تعليمي
نوصفه بإيه؟ أنا نقدر نوصفه بثقافي، وسي عمر غيقدر يوصفه. أنا نقدر نوصفه بثقافي، ونقدر نوصفه باجتماعي، ونقدر نوصفه يعني تاريخي. لأن أنت حضرتك بصراحة بتتكلم في حاجات تاريخية جميلة جدا. نعم، وكتير. أي ما شاء الله، الله يبارك فيك. وهذا المحتوى هذا النظيف الهادف اللي هو كيبغيه أي إنسان، أي إنسان كيبغي هذا يعني، صغير أو كبير، رغم سنه، رغم سنه. وحنا ملي كتشوف النساء التطوانيات، نساء هنا عايشين خارج المغرب، ملي يشوفونا نتكلموا على تطوان الحبيبة ديالنا وديالها وديال ديك الناس اللي كيسمعونا، قد نص واحد الجني، واحد شيك، واحد شعور كتحسهم بلدهم. ملي تكون واحد الإنسانة مثلا جالسة في فرنسا أو في ألمانيا وهي تشوف تطوان ديالها، تسمح بكل شيء، خصها تشوف تطوان، قد تشوف ديك حب. وحاجة تانية دي حية، وحاجة تانية اللي هو مهم، هو احنا نتكلم باللغة التطوانية، باللهجة التطوانية، ما شاء الله، هي دخلة في الثقافة وفادشي يعني ما كنتكلموش. يعني مجرد بس اللي يفتح اي فيديو ليكو او اي مقطع يسمع بس اول كلمة او اول جملة يعرف ان دي الرنة تطوانية، صرف تطوانية. واحنا نتميزه في المغرب كله، عندنا كلام ديالنا تطوان طنجة، عندنا كلام ديالنا، عندنا كلام ديالنا ديال اللهجة ديالنا معروفة. احنا نكونوا في الجنوب وتكلم يقول لك انت من الشمال، انت من الشمال. ايوه ايوه، زي يعني كلامنا يعني معروف يعني. بس انتوا كثير عندكم لهجات كثيره بصراحه. نعم، اكثر من عندنا يعني. ودابا احنا يعني اونيفيرسال، انسان اونيفيرسال يعني يتكلم مع اي انسان وبعفويه، مع اي لغه، واي لغه، بتتطوع على اي لغه. ايوه، نتكلم بيدينا وبفمنا وبعقلنا وبعينينا وبجوارحنا كلها نتكلم بها. ما شاء الله. نعم. طيب مرحبا. في مثلا عاملين مخطط او جدول تصوير في اماكن معينه او حاجات معينه او مناطق معينه، ولا مركزين في تطوان بس اكثر من اي مدينه ثانيه؟ الى الى شو الى لاحظت مؤخرا، انا عمر عندنا سلسله، سلسلات الاسواق الاسبوعيه هذه. تمام، سلسله الحمد لله دابا الاسواق الشعبيه. اوه يا سلام على سلسله. لا انت هتقول لي انا عامل عنها بدايه كتير جدا. سلسله ناجحه اقسم بها، انا ناجح. حقيقي. والله حقيقي يعني، انا كمان بحب الجو بتاع الاسواق جدا يعني. حاولنا اننا نساعدوا على مدينه شويه بس نخليوا الناس توحشنا. مشينا طيب. الاسواق، والاسواق قليل الناس اللي كيمشيو يصوروا في الاسواق الاسبوعيه. احنا دابا عندنا سلسله الاسواق الاسبوعيه على مدينه تطوان، يعني النواحي وما حولها. يعني ستة أسواق. إحنا إن شاء الله نزلنا ثلاثة الحلقات الحمد لله، أنا الحلقات ماشي المزيان بزاف ما شاء الله والله، من ناحية التعاليق، من ناحية ديال المشاهدة، يعني كين واحد واحد الإقبال، وكون واحد الشيء كيفرح والله، وكيحفز أنك زيد واصل تعطيك صار. كل منطقة نمشيوها للسوق الأسواق الأسبوعي، كل منطقة وهي تمتاز بواحد شيء معين، يعني السوق وما حوله، وما حوله اللي هو موجود فيها. والسكان في مدينة تطوان وهذه الأسواق الأسبوعية، والسكان اللي في تطوان كل واحد من ذيك المنطقة. طب يا أستاذ عمر، يعني مثلا لو فرضنا سوق الأحد في تطوان يختلف عن سوق الأحد في مراكش مثلا؟ بالضبط بالضبط، هما أسواق أسبوعية، ولكن كل منطقة كتمتاز بواحد الحاجة، يعني في حاجة مختلفة على غير هنا. أنتوا بقى بتوضحوا الحاجات دي؟ نعم، بتوروها للعالم؟ نعم، مش بس المغاربة؟ لا، للعالم كله، وبرضو المغتربين بيستفيدوا بأن هما بيعيشوا معاكم بأجواء؟ نعم تمام. وده بيحصل عندي برضو، أنا في القناة عندي، أن فعلا ناس كتير مغتربين بيشكروني على ان هم بيلفوا معايا، بيتفرجوا معايا. على فكره دي حاجه ورساله جميله جدا، ناس كتيره جدا بتبقى محتاجاها والله ومفتقداها، يعني او كمان بتبقى عايزاها بصدق، يعني عايزاها بشكل صادق ومعمول، يعني يوصل كده، يوصل للقلب. ملي الانسان كيكون كيشوفنا حنا كيهضر كيعرفنا احنا عفويين، لو صدقه بتوصل على طول، عفويين وحقيقه حقيقه. حين كنبداو الفيديو
مش نتصنع نحن قبل أن نبدأ الفيديو. دي حقيقة. ديرك ديرك. لكن هذا يعني سر النجاح كما قال عمر في العفوية. نعم. حيث لما تكون العفوية الفيديو كيجي جميل. بالعفوية كيف موك بزاف ديال الناس. صح كان واقف معك كان واقف معك مش بتفرج على حاجة معمولة. أنا والله فعلا يعني سألت أستاذ عزيز قبل ما نبتدي التصوير تحب نعمل أسئلة أو نرتب حاجة قال لي لا العفوية. كما زي ما احنا كده والله ما مرتبين اي حاجه ولا صافي احنا قاعدين بندردش مع بعض. اخي حسام العفويه غيفهمك اللي قاري اللي ما قاريش. صح غيفهمك كل شيء. صح حيت كتكلم وما كتصنعش. حيت الا كنتي كتصنع ربما غنشاهد الفيديو وغنخرج داغيه ومره اخرى ما غنتفرجش في الفيديو ديالك. اكيد ولا كان داك الشيء خارج من قلبك راه غنتفرج. هذه مرور الكرام كده يعني مش كان ما شافش حاجه. العفويه العفويه والله انا كبرت في هذه الغرسه الكبيره كبرت في وسط الصنايع يعني جميع هاد الحرف اللي كتشوف هنايا يعني عندي براسي من احسن الزيت يعني من البدايه للنهايه. وجبر عندي هاد المعلومات سي عزيز قلنا علاش لا ما نكونوش مساهمين وانا كمتطوعين في هاد العالم نوريو للناس ونوريو للشباب ونوريو اللي ما توصلش للمدينه العتيقه الكنز والتراث العالمي الانساني. يعني بغينا نبلغوا هاد الرسائل هذه للناس اللي هما مساكن كل واحد مشغول في الهموم ديالو ديال الدنيا وكنبغي نوصلوا لهم هاد الثقافه وهاد الكنز الموروث الثقافي اللي عندنا اللي عندنا في هاد البلاد هذه ديالنا. استاذ عزيز قلت لي بس ثلاث شهور مجرد ثلاث شهور المحتوى ما شاء الله يعني وانا شايف نجاح ومستوى مشاهدات عالي جدا يدل ان اكثر من ثلاث شهور بكثير يمكن ثلاث سنين مثلا المحتوى. ايه سر النجاح بقى السريع ده؟ سر النجاح نقول لك هي العفويه انا وعمر كما كنتكلموا في الفيديوهات ديالنا. علاش 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 لقى واحد الاعجاب كبير؟ حيت كاين العفويه في الفيديو. ملي كتكون العفويه كيفهمك بزاف ديال الناس كيفهمك هذاك اللي قاري وهذيك اللي ما قاريش بزاف وكتكون داك الشيء خارج من القلب كما قال عمر كيكون داك الشيء خارج من القلب. فهمتيني؟ هذا هو سر النجاح اللي كنشوفه انايا. طب انتوا اتكلمتوا على الجلابه، اتكلمتوا عن المدن القديمه، الاسواق، ما اتكلمتوش خالص لسه عن الاكل المطبخ المغربي. هذا سي عمر، هذه سي عمر هي اللي غنخلي هي هضر على الاكل. حيت عملنا فيديوز على الاكل. سي عمر اشمعنى طيب؟ هو ادرى يعني من تاريخ المطبخ المغربي ولا عشان بيحب الاكل قوي ولا لا 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 الاكل المغربي اللي هو اكل مغربي داخل بالدستور ديالنا احنا. حتى هذا الكسكس اللي عندنا حنايا معروف في العالم معروفين بالكسكس يعني مغربي. وعندنا الاكل اخر مغربي قح قح قح. وعندنا البيصر بيصره البيصر البيصر حتى هي اكله مغربيه. وعندنا الطاجين طاجين الحوت شطون. طب يعني اذا في علامه مميزه للاكل والمطبخ المغربي. نعم يعني اذا في مرجعيه تاريخيه او في تقاليد او 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 كل ده مش هيحركوا وتعملوا محتوى عن الاكل. كما قال عمر تكلمنا على السفنج تكلمنا على السفنج تكلمنا على البيصار تكلمنا يعني الحاجات دي اوريدي اتكلمت عنها. نعم نعم تكلمنا على البيصار والحوت والطبق من الحوت مخمم ومختلط وتكلمنا يعني على السفنج على الشفنج السفنج تعرف السفنج السفنج اللي هو نوع من الحلويات كده حلويات مقلي في الزيت ونفطروا به والشعبيه المغربيه كلها تعرف الشفنج. صح واتى يعني الشاي المغربي ديالنا اللي هي البقلاوه. خويا عزيز علاش خويا عزيز كنا تكلمنا انا كننسى تكلمنا على البيصه تكلمنا اتى على على السفنج السفنج واليوم تكلمنا على الكسكس. نعم ايوه باقي الطواجن ديال الحوت. يعني اذا انتم برضه مهتمين بجوانب ثانيه غير الـ الـ العادات والتقاليد المغربيه ولا التاريخ ولا الاثار ولا كده؟ لا لا يعني ما شاء الله مغطيين حاجات كتير جدا. نعم ده محتوى كبير على فكره مش سهل وبياخد مجهود اكيد وبياخد وقت. طبعا بتعملوا تحضير بقى قبلها وتجهزوا وتعملوا مثلا سكريبت مكتوب عن الخطوات اللي هتمشوها ولا برضو بيبقى تصوير عفوي في المكان؟ يعني لما بتدخل سوق مثلا احنا ملي كنجيو نصوروا احنا بدايه ديالنا كانت في انا وسي عمر كنا على صناعه تقليديه. تمام موراها بقينا كنتكلموا انا وعمر جبرت تبارك الله عمر موسوعه باين عليه وكيبحث. اللي كيعجبني في عمر انه كيبحث يوميا كيبحث. جبرت كيتكلمت على التاريخ ديال المدينه العتيقه قلت له لماذا ما نتكلموش على الابواب السبعه ديال المدينه. ابواب السبعه تبارك الله راه تطوان عملنا سلسله ديال الابواب ديال السبعه ديال المدينه الحمد لله جازت سلسله ناجحه ما شاء الله وراها ولينا اننا
كان مثلا نهضروا على بايصار كما قال عمر، تكلمنا على السفنج، او كنرجعوا نهضروا في التاريخ ديال المدينه، عمر التاريخ نقدروا نمشيو الصناعه التقليديه نخرجوا ما شاء الله كنخرجوا نخرجوا عاود نرجعوا يعني عاود نخرجوا ونرجعوا للبلاد حلقه مغلقه. نعم كتخلي حتى المشاهد يتوحش الحلقه ديال التاريخ او توحش شي حاجه على الصناعه التقليديه او توحش شي حاجه على الاكل المغربي. شي واحد يتوز زرع كيهود ديال تحت والتبن كيبقى بوحدو. سيد دابا عاد الماكينه قديمه شويه، هذه قديمه هذه بحال الله بغا نصلى يا نجلس عليها بالبحر فين ما المراحل اللي كدوز منا من احسن صنعه اللي كان فيها الاستقبال. راه دولت قاع عسراس ولات قاع عسراس كاملين الرياس صافي، وكاين اللي كان الحجم الاول وداك الشيء. هذه المسيره الخضراء هذه تعدلت في هذه المسيره، وهنا ختمنا هنا في هذا المكان الجميل اللي كيطلع على مدينه سابسه. طلع الثمن ديال واحد الثمن خيال 340 ديوه خصك الحاول مزيان خصك. انتوا في برضه جمهور مغربي خارج المغرب مغتربين يعني يعني عايشين عشرات السنين برا. نعم ففيها كتير قوي بقوا مش مدركينها عن بلدهم. هذه قصه غيعاودها لك عمر. هذه مهمه جدا انك بتعرفوا برضه بلده. نعم حقيقي. نعم عمر اتصلوا بك شباب من نعم انا مورا العيد يعني الصغير وداك الشيء جوزنا العيد فتره اللي العيد اللي فات انا ماشي في الشارع محمد الخامس يخرج لي شاب بونغوس با عمر با عمر يدرع فيا وهذا اش قال لي وحسسني بواحد الاحساس وانا كنت باقي يعني ما عرفش راسي يعني في هذا المستوى. قال لي احنا في برشلونه هو جاي عيد جا العيد 10 ايام قال لي جيت في الطائره نعيد مع الوالدين وغنرجع. قال لي في رمضان نجمعوا شباب تطوان كاملين ونجلسوا في واحد المقهى ونديروا بلاصمه كبيره ونجلسوا نتفرجوا فيكم ما شاء الله انت وعزيز. قال لي كنتفرجوا فيكم ايه يعني كنجبدوا والله والله ليا قيمه كبيره جدا. فرحت طبعا انت طرت من السماء عامره واش كيقولوا؟ كيقول له اليوم في الحومه ديالكم باب النوادر اليوم باب النوادر عبد الله هذا ما شاء الله كيديروا واحد. قال لي قال لي اعطيني نتصور معايا صدقا بقى كان يعني شعورك ايه بقى؟ قلت ساعتها انا عملت حاجه يعني انجاز انجزت عملت حاجه بخلاص فادي الناتج بتاعها يعني فرحت اكيد فرحت طبعا غيفرح لان احنا انا هذا السيد هذا ما كنفكروش في الماديات احنا كنفكروا في المعنويات. يعني اذا كانت عندك المعنويه ديك ماشي انا وعزيز الناس كتقول لنا برافو الله يحفظك شكرا على المحتوى وهذا اكبر اكبر بكثير من اكثر من المال اكثر من الانسان عنده المال هو غادي ما كيعديها في حد ما كيعرفوا حد ما شاء الله. بحالنا حنا واخا ما عندك شيء ما شاء الله ما يعني كاين حب الناس كاين حب الناس اذا حبك الناس حبك الله صح تهمنا دي حقيقة. في هذه اللقطة هذه اللي قلتي اتصل بيا كما قال عمر اتصل بيا واحد الاخ في رمضان وقال لي انا التلفازة وقفتها نتفرج عليكم بس شنو كيعمل؟ التليفون كيربطوا مع التلفازة ويتفرج فينا هو والأم ديالو ما شاء الله الأم ديالو كل يوم تقول له عمل لي عزيز وعمر نتفرج فيك واش عملوا شي حاجة كيتسولوا ممكن تقول له واش عملوا شي حاجة ولا باقي كيقول لنا باقي ما نزلوا شي حاجة كتسنانا أنا مصدقك على فكرة والله العلي العظيم لأن الموضوع ده حصل معايا في بعض الحالات برضه والله يا جماعة على فكرة أنا أكتر حاجة شدتني الثنائي ده بجد واللي شد انتباهي يعني يعني خلاني برضو اتفرج عليهم واتابع كده واشوف بيعملوا ايه فرق السن فرق السن بين استاذ عزيز واستاذ عمر مش قليل مش كبير قوي بس مش قليل كون ان هم ينصهروا مع بعض ويعملوا حاجه كده بالشكل ده وتاثر ايجابي بالشكل ده بعدين على مستوى كمان ناس بره المغرب زي كده فدي حاجه انا أشيد بيها بصراحة والله وبقول لكم من كل قلبي فعلا الله شكرا المحتوى بتاعكم جميل جدا جدا وده اللي حركني ان انا يعني اتعرف بحضرتك واعمل معاكم اللقاء ده عشان نوضح كمان ونعرف بعض المتابعين والجمهور ان في محتوى محترم يليق بالمغربي وبشعب المغرب وبالمغرب وصناعه مغاربة تطوانيين قح قح لو ما كانش يا اخي فينا حب الوطن وحب المدينة ما كناش وحب الناس ما نكونوش في هذا المحتوى هذا حاليا ما نكونوش ما نكونوش في هذا النيفو اللي وصلنا له نعم هذا حب ودي حاجة جميلة هذا حب لنا من وطننا وبلدنا بلد ديالنا الحبيبة والوطن ديالنا الحبيب والجمهور ديالنا الحبايب كلهم
يحبونا ما شاء الله. وحنا ربنا يدين السياق هذا، نطلب من الله التوفيق يا رب والنجاح. وانا كمان والله العظيم ما كاين حاجه ما قلناهاش. قول لي نسينا هضرنا، قلتي الناس في برشلونه كيتفرجوا فيك، وانا قلت واحد السيد معيط لي الام ديالو. نعم نعم نسينا السيد هذا والمصري هذا دابا هذا جالس قدامنا كياكلنا حنا واقفين قدام نسينا هذا راه ما صار هذاك اخي عزيز كيشوفونا غير في التلفزيون هذا معانا بالروح ديالو دابا كامل. الله يخليك والله نتمنى لكم التوفيق والله نتمنى لكم التوفيق من كل قلبي ومتشكر جدا على الدعوه الجميله وزعما فرحانين بالوجود معنا والله انا اكثر ربنا يعلم يعني. وحنا عزيز علينا الانسان يعني اللي براني اللي يعني خارج البلاد وجا هذه البلاد نعرفوا على البلاد ديالنا. الله يخليك الله يخليك عزيز. تستاهلوا انتم تستاهلوا كده واكثر. اهل كرم اهل فضل واصحاب فضل عليا انا تحديدا يعني. اتمنى لكم التوفيق من كل قلبي. شكرا جزيلا. ومحتوى شكرا. جميل لائق محترم متحضر وان شاء الله تقدم اكثر واكثر. شكرا لك باذن الله السميع العليم. سيب لكم الصندوق الوصف تحت الفيديو كل الحسابات بتاعه استاذ عمر واستاذ عزيز، ان شاء الله يعجبكم جدا جدا جدا. اشكركم على حسن المشاهده. اشكرك استاذ عزيز. اشكرك استاذ شكرا عمر. شكرا جزيلا. ان شاء الله نشوفكم في مصر باذن الله. مرحبا. الله على ام الدنيا وبلغ سلامي لكل المصريين. الله يخليك. كلهم خارج مصر ام داخل مصر، وللمغاربه كلهم داخل المغرب ام خارج المغرب. الله يخليك. يعني الله يخليك. بلغ سلامي لهم الحر. الله يخليك. والله من قلبي. تشرفونا في اي وقت. الله يبارك فيك. شكرا جدا. شكرا. الله تبارك الله عليك.